السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نزهه دابا راه جات، يلاه جات. دابا غادي نمشي نطلع عليها ونقول لها بالسلام، ونتحدث معها شويه ونشوفوا الوالده كيفاش داير. ولكن اهم حاجه هي نشوف اشنو جابت ليا، وجابت لي شي حاجه زوينه، وجابت لي ذوقتني من المغرب ولا والو، ولا كلات وشربت وجات عندي. وغادي نمشي نسقسي عليها هي بعدا. ها انتم كيف ما تشوفوا الشانطي اللي قدامنا راه باقي حالته حاله، باقيين كيصاوبوا فيه. دابا غادي ندق عليها، غادي نمشي نشوفها ان شاء الله، ونسولوا على الوالده، ونسولوا على الدوار، ونسولوا على 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 الخوت، وعلى الحباب، وعلى الخواتات، ولا الدنيا كيفاش دارت تما. هي دابا غادي تجيب ليا، غادي تجيب ليا داكشي بالعينها، نسول على الوالده وداكشي. وها انتم اخوتي، ها انتم معايا، وغادي نشوف اشنو جابت ليا. راه مسكينه يعني وصلت مع جوج تاع النهار في المطار، ما وصلت هنا حتى ونص، حدا وصلت عندها بعيده في شالوروا، وهبطات وشدت هي ولدها داك الطوبيس، وشدت سميتو التران وتكرفصت وهذا. المهم ماشي مشكل، وغادي نلعب شويه تاع الشباكيه. ودابا نكمل تاني ان شاء الله، نديرو شي حاجه اخرى تاني ديال الشباكيه باش ندير لها تاي حق، حيت هي ما قاساش. وها انتوا معايا خوتي، ها انت الباليزه باقا حاطها هنا، باقا حاطه الباليزه هنا، يعني ما كاين. المهم طلعها وتشوف شنو كاين. راه نشوف نقول السلام. ايوا طلعوا عليها يكون خير. انتم مع المشاهدين، جاو جاو يشوفوك. اه جاو يشوفوك، جيتي لدارك، توحشوك الناس تاع بلجيكا. عيانة واش الدعاء بصح؟ والله كثير اخوتي لاباس عليكم، كلشي مزيان، نتمنى الله تكوني كاملة مزيان. أماك تفرشتي، جاتني الحشمة. لا جاتك الحشمة، شدي شدي الدري. والله إلا عيت. لا لا راه عندها باليزة هنايا. آه ما نخافش. آه لا كديري لاباس عليكم، نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحة جيدة. راه يلاه دخلتوا بدلت حوايجي، سالت يديا، عيطت لجميله، وجميله تا صلات عاد قالت لي نجيه. واش تك جيتي دابله؟ جيت ضعيفه ياك؟ لا راه عينك دابلين، وراه ما كاينش نعاس زوج سيمانات ما كاينش. نسلموا بعد السلام. وانتي نسيتي تسلم على المشاهدين، وانت كتسناي. الله يلا اش كاينه؟ هيا سير بسلم. جيت جدي ما فيك صواب. لا ماشي ما فيك صواب، تغير لك الجو. لا لا اديتي على الجو تاع المغرب. اديت على الجو تاع المغرب. ايوا كي دازت الطريق؟ كي داز الوقت؟ لا دازت مزيانه، دازت مزيانه الحمد لله، وشويه التعب ضروري. وانا ويد غنعرف فيما تبغي تجي. الساعه كتقلب واتي شتي. اه سبحان الله العظيم، فيما تبغي تجي بحال ديك النهار بحال دابا. ما نتقلبش انا. الله الا ما تقلب. كنقول واش غادي توصل في الوقت ولا لا؟ وصلت في الوقت. جا مسكين كمال عم جيهان، جا مسكين عندي مع الخمسة الصباح، هو مرتو الله يجازيهم بخير، وجاو داني مساكن مع المطار، وصلوني مع ديك 6 ونص هكا. وصلوك المطار مع 6؟ مع 6 ونص. يعني عندك الوقت، عندك الوقت. لا عندي الوقت. هي ما غت انت ما غتركبي السبعة؟ راني دفعت و... آه. ودفعت ومشيت قعدت، ويلاه السبعة. كرتي ما نعستيش بالليل؟ لا ما نعش، انا ما تنعش. تعرفي من اللي بغينا بحال بان اللي بغيت نروح القنصليه. آه. ما شربتش دوايا، ما نشربوش. اييه ومن اللي مشيت ثاني بغيت نجي ثاني ما نشربوش باش ما نتكاش ونعس، باش ما تنعسيش وتمشي في الوقت تبقاي مصحصحه. والله يكثر خيره مسكين، ودازت الرحله زوينه، واخا جيت تما وقالوا لي خصك تعمري هذيك الورقه. باقه تتعمر؟ اه باقه، ولكن الحمد لله العبد ما تخافوش عليها، تتلقى الجواد كيعاونوك فيها. يلاه قلت امي انتي جي عمر لي هاد الورقه وما قارياش. عاد واحد البنت هي وراجلها مساكن الله يكثر خيره، قالت لي اختي ما تخافيش، واخا نبقاو معاك هنا الطياره تمشي علينا بجوج. لا لا تنعمرها ليك عاد نمشي الله يكثر خيره. ولكن الحمد لله مشيتي بكري. لا مشيت بكري، لا انا ديما نمشي بكري. آه باش لا كان شي حاجه ولا كان شي حساب ظروف، ندير بحساب شي حاجه توقع ضروري ضروري. يلا يلا دفعي، وكاملين الناس هكا، كلشي جاي بكري. انت كانت عندك وكانت المساعد الرحله مع 10 قسمين، ولكن ولات قلبت عندي ولات مع 9 قسمين. تمشي انا ندوخيش الناس، سيري معاه الساعه جديده. والله انا تشتم، راه ملي قالوا لي تقلبت قلتها الكمالي، قلت
قلت لي سبحان الله العظيم راه طرات لي جوج مرات دابا جوج مرات قلت لي ديك خطره راه طرات لي مشكله ونعيط لجميله اختي مع الخمسه وثمان ساعه من ساعه وهي تقول لي ما عرفت الساعه ما انا درت هكا طرات لي جوج مرات اخوتي وهي الساعه تقلب وعما قلت لكم ما نتقلبش انا الله الا ما نتقلبش انا والمشاهدين والناس الناس وكي درتي في العروبيه وكي درتي في والله الا على الزينات انا اللي بقات فيا وجيت باكيه الماكله المهم انت خليتيها تما جيت هنا جيت هنا وليت نقول لي اش كاين ما يتكل قال لي اش كاين ما يتكل تلقى هو واخوتي نقول لكم الصراحه مغرب زين الماكل بالخيرات ياعو ولكن خاصة الحبه باش نوصلوه خاصة على الفلوس مغرب زين بالماكله والخضار وربي عندك خيزو ديك جلبانه واحنا هو كلاس شوفي كليتي كليت ما تجيش تقرعي ليا ولا هو ما خيزو عندهم حلو اجيني بعدا ما جيتي خضيره تما الله ما جيتك حاجه ما جيتي خضيره الله ما جيتك عاكيره تاع الجبال ديك زويتينا رجف الله ما جاتش ليك جبال هذيك الساعه جينا شكيو تاع الجبال ما جاتش وما تقوليش ليا جيبي وطلع ليا الدم وبكيت وجيان وتصيرت وصافي خوتي ما الله ما جاتش حاجه من غير زويتينات وجاف الله يا حبابي هاد الخطره ملي رجع جيان فرحانه نجيبها عاد نقول لك جيبي صبري بعدا مجدي شباكيه شباكيه قداتي قالت لك ديري لا دا المغرب يا قالت لك ديري كل كلهم الحاج مجدي قوام المغرب سلو والله ما جات شي حاجه ها الله خوتي لا يسمحوا لي شي ناس اسمح لك انا يسمحوا لي شي ناس وصاوني وعيطوا لي في التليفون ولكن راه ما صدت لهم جد اختي كتسمعوا فيها غنسمح لك انا بعدا عاد يسمحوا لكم من غير الزيتونات حارين يحرحروا لي اكل رجف الله ماشي سلو ماشي جباكيه سلو انتوا انا نطيح بريح عرفت بالكعك كعك بغيت الكعك عليك ما جديد هو ما جديد ما جديد وانا جيت معايا شي كيلو كلته في الدار البيضاء قلت لك ماكله ناكل ونقول شد يا جويبينا صبروا صبروا خويا الله يبارك الكاميرا خليني نجبد ليها الودني قولي لك مشتي وانا خلص المهم امشينا فيها تلاقينا فيها امشينا فيها والله خوتي لا عمشي تم لقيت اللي لقاني في الهضره وال ضم ضم راه بنتي اللي قالتها طيحه لي اخوتي كتقولوا ليها في التعاليق علاش ما تخليش الناس يهضروا على هما كيهضروا والله وسكت يا تي سكتوا كاملين قلت لهم خاصه تخرج قالت لي جميله اختي قالت لي قالوا لك المشاهدين سدي فمك خلي الناس يهضروا وقلت له والله مشي تسكت يا واحد لا قال كلمه يا واحد لا دوا ضروري خاصة تفحهم باش يهضروا شي شي هضر ومبارك بيقولوا السلام عليكم اخوتي اخوات هادي محدودين ومامي في ما نقول لها دوي تبدا تسلم دابا كي كنت دايره شي فيديو طويل في المتشد على الكاميرا تقول السلام تاعي تبدا السلام عليكم خوتي بناتي حبابي ورا قلتي السلام كملي مع المشاهدين هضري وجمعي ودوي تقول لي جمعي بحال كيما تتجمعي مع جاراتك مع هذيك امراه كبيره ما عارفاش ما عارفاش مسكينه ولكن هي ما عارفاش ملي تنقبل ليها المراه هذه في وجهها تدخلع وكلشي كيتخلع وكلشي كيتخلع هما خوتي كيعاودوا يجرو ويلي محمد راه تشوفوا في هذا الفيديو راه حنقص عاد شديت عليه بحال هكا ولا يحنقص ولا يجري العفويه خوتي العفويه خوتي هذيك هي طبيعتهم بالكاميرا وهذيك هي طبيعتهم يعني كي يعني عندهم ديك الرهبه من الكاميرا وداك الشيء وحنا دابا المشكله المرايه ما تيشوفوا فيها حتى ما كيكمل انا دارت لهم الكاميرا قلت لهم راه الكاميرا وكتمشي لهم هضره ويمشي لهم كلشي كيمشي لهم يمشي لهم كلشي ومرة تا يهضروا وكتبقى حنزها طاري ليها بحال سميتو وما سكتش مصطفى العلاوي انا جيت تحية مصطفى العلاوي جيت باح ما سكتش هادشي كله اخوتي عباش نقول لكم الاجواء تما عندنا اجواء غزاله اجواء غزاله واجواء العائله واجواء تما ورانا نزال الله الا مشات بحال نقولوا بحال المراسل مشات بحال الصحافه مازال سمحوا لي اما وريتكمش كلشي لحقاش كاين ما يتشافش مناظر يعني تبهجوا فيها مناظر غزاله مناظر وتقاليد شنا مره اخرى ان شاء الله وحويج بزاف كيداروا تما انا بغيت ولكن اخوتي سويمينه ما قاداش
جينا دروكا ثاني ولو غيت اخوتي مره اخرى ان شاء الله نمشي انا وجميله وداك الشيء يكون زوين اكثر. ولكن اش نقول لكم راه شلة ما يتعطى تما شلة ما يتعطى. واخا واحد مرت خويا قالت لي مسكينه نمشيو ندو اتاي وندو كلشي معانا ونطيبوا في واحد الغابه عندنا. وتا هي تبارك الله عندها الشغل في يديها وتا هي عندها دي مرت خويا عندها ما تعطي راه الحلاوي تبارك الله شلها ما تدير هادشي ديال والله مسكينه اللي بقى في الحال قالت لي اللي ما قلت لي ما عندكش الوقت باش ندير لك حلاوه وديها معاك وباش ندير لك هذه قلت لها ما كاينش مشكل مره في مال اخوتي في كازا خمس ايام خمس ايام لا سيمانه نقول في كازا قولي سيمانه في كازا ولا خمس ايام هكا ومشات هبطت تاني لاسفي جلست فيه اسفي ما كانش اسفي هبط سيمانه ما كاملاش اسفي هبط السبت وطلعتي الجمعه طلعت الجمعه وتمشي عند الحباب وتمشي عند جدي وتمشي عند ما قدونيش الحباب نمشي عندهم عماتي ما مشاتش عندهم ما مشيتش عند عماتي وجدي مسكين دار جدي راه شفتو مشيت انا والوالده مشينا طلينا وقعدنا شويه مع جدي تعشينا وكنا ما جينا حتى اللي جابني واحد ولد خالي انا وامي في الطوموبيل ديالو الله يكثر خيره وجينا والله اخوتي ماشي تعوجهم ما زعما ماشي تعوجهم زعما انا نبغي نقعد انا خايب جدي نبغي نمشي وندور فيها ونفوق مره اخرى ان شاء الله مره اخرى هذا مبارك من بلا بلا من بعد غتحكي للناس على شنو درتي في الوراق راه بزاف تاع الناس تسلم لاباس مسلم تسلم ما علموكش في المغرب تسلم شدي مقعقع والله الا احلى لي ولدك ولا يمشي ايه ولا يمشي صافي على سلامتي الله يسلمك صافي حياتك الحياه قلت الله الا مشيت عا سيمانه خايت كلشي تبدل والله الا كشي عيط ولدها ولا يمشي كدار راه بالعين ودابا ان شاء الله تشارك معاكم شنو دار في الوراق غنوضح معاكم بالتفاصيل تكون معايا اختي هيا باش نعاون انا باش تعاوني حتى انا هي فاهمه داكشي اللي درتو كامل على يدها وفاهمه بزاف حتى انا فاهمه ولكن هي تعاوني ما ننساش حاجه اللي بغى يدفع لوليداتو باش نوضح ليه كلشي حقاش ايوا شدي حقك من الشباك والله يعطيك الخير ما كيمشي كي وريها المشاهد يا كيلو كيلو قال تاع لي هذا داك السكيلو يا خوتي ما درتها بها وشوفوا خوتي لعب ذيا قعد مشي تعلمت اضربها معايا اضربها تعلمت من ناكل بحيدك الدوام كولي بسم الله ردي عليهم بالصراحه واش نقول لكم كولي بعدا ما لا عامل العضه بنا بلا العضه خليناها وبينا اللي جاب انت بنا وليتي حلاوه مشيت فيها نسا ما تغلبني والله يا ولات حلاوية عارف الران ما كاينش انا بغيت اخوتي نشارك معاكم الشباك يسمعوا لي قال فران لك وبغيت كاع ندخل لهاد الاخرى كانت عفزي انت تبارك الله كي جات غزالة غزالة بلوزة لالا غزالة والله اخوتي وبالزعفران حط جوالي ديالي غزالة 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 تبارك الله عليك يا صاحبي حق سيدي ربي خضر ما قادر معد جميع غزالة حطيتها على فوق داك الدوب الدوب شفتو بالرطبة انتاش هذه هذا وين كليت انا الحلوة تاع المغرب تما واحد الجيران عندك تما جيران ناس حاطة واحد شريت معدا شوية مسمن وداك الشيء وحاطة على شي وحدة شي شويه بحال هكا تفرج عليها اللي عجبها اللي دير لي اللي عجبها دير لي الله يبارك لكم اخوتي اللي كيصابوا الشباكيه لا تحيه لكم ولكن اخوتي نجيكم الصراحه عطاتني شويه قلت لها لا عجبتني نقول لك صوبي لي شي كيلو بحال هكا ساعه ملي ذقتها جاتني قاصحه لا هذيك غير عاديه هذيك ما فيهاش اللوز وداك الشيء وكي جاتك تاع اختك غزاله زعما عادي لي كيلو واخا كيلو هو هي سالة واش شباك يا خويا ديروا جوج شباك ديري جوج والدري الصغير جوج كيلو لا قلال قلال وداني وريني انا بداتي اش درتي ليا عاد نجيب لك انا اش درت ليك انا جبت لك انت تسني عاد تسني على هذه الحلوه جبت لك الزيتون حار كنا نقولوا على الزيتون ولينا نقولوا الزيتون حار واش حلو ماشي سالي انا خفت هذا الشيء بغيت نقول لك انت شريت الخبز ما عجنتوش بقيت كتجي من العروبيه نجي معايا الخبز من الدار انا جبت معايا الخبز الدار ولكن كليته في في ماكله كليته في الدار شوف والله هذا راه ولا يطيبوا خبز بحال تاع الدار شوفوا شوف مزيان هانتوما ها شوف هانتوما خوتي جاد هذا ديال الزنقه راه شريت لا تيطيبوه لك بحال تاع الدار
نشري من برا. الناس داروا مشروعات تاع الخبز وتيطيبوا مع مخوتي بالنخاله حتى على الدار عندنا. هما الناس تاع المغرب راهم من برا ينفش ومبارحين والله. الناس داروا مشروع من الخبز تبارك الله على خبز كي شريت خمسه قلت تبارك الله. اي خمسه كي جوج. شوف يا يلا ورينا تاع مخوتي. جيت شويه الزيتون هاد الزيتون داز بيه بنت مسوسه بلا ملح مزيان وغزال الناس تهز بالكرامه تبارك الله. قالت لي جيبي لي قالت لي جيبي لي شويه الزيتون ومشيت ركبت البارح حتى الجميعه عند البسطه على قبل عطيتني الطريق. هانتوما الزيتون هانتوما الله يحفظك الله يحفظك. بعدا على الزيتون شفت لحق ومتى الشباك يوسفوا مشيت فيها الله يرحمك يلا ظلمتني لحق. راه كبيت منه واحد شويه في الطبسيل تاعي واش جاي هذا التزبيبي هذا شفتو لك تي خاص بي. مرحبا ها هو مرحبا بخيرك مغرب. وشويه الحار جبت عا شويه الحار هي واخا عندهم فوق وهذا اللي يديرهم لك عام كادو من عنده. هذا ديري فيه بطاطا والزيتون وهذا وهذيك ديك سميتها هذه سميتها فلفله ايوا مزيان مزيان. جبنا شويه البارو ما يحفظك ما يحفظك. راه عاش السيمانات اخوتي راه شلا ما نجيت صبرك علاش ما جيتيش ندير الشباكيه والشباكيه صافي كيلو عيطت عليك قالت لك زيدي كيلو تزيد تصايب عليك جيبي لي الشباكيه جيبي لي السلة كنت كعك ملي ندير منو بحال كون كنت اخوتي صفر تاع امي دار تاع الكعك بدا يخرق تخرق على وجهك دير واحد دريه تاع عمتي طلع عندي كليتي كل ويلي 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 نقدر ما كنعرف رشيده اش كدير ويلي يمشي يدير اسف وخاطر ما شفتش واش ويلي ويلي يا جميل. شوف اخوتي راني جيت باكيه من جيت الماكله هي بكات وانا بكات. جيت باكيه كيف تخلي اول مره ما تخليونيش بلاك اول مره في حطني طاكسي جاني جابني مسكين وتعيشي بحالها كيف حطني عبد الحق كي جا حطني لقيت الكسريه ديال الرفيسه شافوك في اليوتيوب هي المرت خويا سكينه وامي وسكينه الله يكثر خيرها وامي تا هي مسكينه الله يكثر خيرها وسكينه سهرت على هذاك الرفيسه مسكينه سهرت عليها ماشي سهله ماشي سهله راه تبارك الله جوج كساري حادقه تبارك الله حادقه هذه مرت خويا وعلى تحيه للسكينه مرت خويا وراه تتفرج فيا فاميلتها والله يحفظكم ولا بنغولها سلام بنغولها سلام لحقاش هي مسكينه ما عندهاش الويفي ما تشوفنيش بزاف نزهه كانت كتقول فرج بنتي والرفيسه فرج بنتي كانت غتصايبها بحدها سعلقاتها مصوبه في وجهها والله مسكينه لا صوبتها مخيطه غزاله بالسمنت ما نعاودش لكم غزاله امي الكسكسو رجع في الله مشيتي امي التشيشه ارجال الله كلشي راه حسن هاي انت غنمشي المغرب انت غنمشي المغرب الله خوتي المغرب مرور حمدنا الله وشكرنا خاصو عقدوك اللي مشى المغرب يحسب بحال فلوس حنا بحال فلوس تم بحال راه اللي الثمن تاع حنا هو الثمن تاع تم وما قمعوش اش كاين تا ومشيت للاب ولا لاربا وخديت الشفنج في الشريط واش فنج ديال شفناه وما تقولش تاع انا خير الله كاع قالوا لي قال لي جيتي بشتات ما الا جيتي بخيرك عام ما صبت الشتاء والحمص مالح مليح ويلي ويلي وخديت نص كيلو نص كيلو من الحاج الله 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 مشيت للقهوه تما مشيت للقهوه الله الله على امك خلاتني نقعد الله 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 طيحوا لي ريح القهوه ديال العربيه كيكونوا زينين بالشوا وبحمصوا الحمص الفول وبي الحلوه وبي غزالي امي قلت لها كولي مره اخرى ملي نجي ان شاء الله نجيب الخيمه كامله وقعدت ضحكت 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 ما عاد دابا تسمعوها الله يلا كولي كولي و قلت لها كولي كلو رزقو مره لا ديت تبارك الله ديت خيرات الله انت جلستي فيها انت وقهيوه انت وياها عاشت انا وامي وجات الشتاء ما كان ملحق لنا محمد هو الساعه انت ما عارف دابا تشوفوا شوف من خرمان راه شاف وكل شيء اش شاف على ريحه اليوم لا لا راه شاف وكل شيء راه هذا راه من وراء الفيديوهات شفت رجعنا خاصني نقرصها
يلا راه شدت لي الريزه. ونشوف سي يا سيام يونس. اه الاخر الاخر جامع انت ما سي يونس. سي يونس راه جالس مسكين. اه جيت فريد هذاك جيت عندو جيت عندو ديك النهار. يا لا لا لقيت جامع الدار وجامع بيت نعاس وحاط تصاور. قلت لي والله لا لا تحدا قلتي ملي مشات نزهه. لا لا لقيت قال لي باش ملي تجي نزهه تلقى كل شيء واجد. قلت لي والله الا انت هو الراجل. لا لا تاينا تاينا الله يكثر خير. يا زيد خويا انت في الميزه وين داك؟ على شكوت؟ اه شكوت يا بلاي كترف؟ يا جهيل داك يا؟ ما درت ثانك يو او ماي او ام داك. والله الا كان كيتسنى في كل ساعه يقول لي ما عادش توصل. قال لي قدر تجي اش لي يدرو. قال لي نكذب معاه حيتاش انا عارف اللي فيك الراوح. والله الا فيا الراوح. امتى غادي تجي نزهه؟ ما عادش غادي تهبط نزهه. انا نهار غادي تجي نزهه. واي وانا نعاود ليه الهضره ونقول ليه وفرحان غادي تجي عنده حتى ارتاح واحد يومين ثلاث ايام ولكن بقى بوحدو صغير. لا ملي هو تعرف الوحدانيه راه ما يبغيها حتى حد. جا عند عبد الرزاق وداروا فيلم وتفرجوا. ياك اي فيلم. واخا راني لقيت خليت ثاني جيهان دابا راتو مشيتو كل شيء. خليت ثاني جيهان مسكينه تبكي وانا نبكي وراكم شتو كل شيء ولكن هادشي ان شاء الله تكون غير بديك الوريقات بالنتيجه. امين. هادشي راه كيألم وهادشي راه كيعصب وهادشي راه كيمرض وتيعذب. ما تيخلي خاطر ولكن ما تيخلي ضروري تدوزي منه وتي أثرت على النفسيه على النفسيه وتتبغي غير تفرحي وتضحكي مع الناس ولكن كاينه واحد الحاجه اللي حابسه لي كل شيء. الحمد لله ولكن الحمد لله دعاء ومعك خواتاتي وخوتي بزاف ياك وقالوا لك هذه الجوابات. ديري وقعدي وعاودي ليا بالتفاصيل. نعاود انا راه ما كنتش اخوتي كنتفرج لحقاش ما عنديش دابا عاد عاد نتفرج لحقاش. كانت كتبروفيتي في الوالدين وفي الخوت وفي الدار وفي الكوك وكتصور وتنصور وتنبغي نقعد ثاني جيت نتفرج ونقعد انا ندير فيديوهات راه مع نقعد لا مع الوالدين لا مع الحباب لا مع وتبارك الله تحيه للعليوات وتحيه للناس تاع الدوار. من بعد عاود لكم نزهه ومن بعد نشكركم في فيديو خاص. تحيه للناس الدوار وشكرا ليهم ومن بعد ان شاء الله نكون انا جميله اختي ونديروا فيديو خاص ونعاود لكم كل شيء. وشكرا للناس اللي كتبوا لي التعاليق وشكرا للحباب وشكرا لكم كامل واحد واحد لا فراقه فيكم وشكرا للمشاهدين وشكرا للمشاهدين وشكرا للحباب وشكرا لكل شيء كل شيء كل شيء. ودعوا معايا اخوتي الله يعمر هاد الوريقات يخرجوا لي تقبلوا ان شاء الله تقبلوا ويخرجوا لي ببنتك راه خرجت لها الفيزا وتعالي ديها وهذيك هي الفيشطه الكبيره. اخوتي راها عيانه دابا ان شاء الله صافي غنختموا الفيديو. انا غادي نقلت عليكم الاجواء ديالنا كيفاش جات مسكينه. خفت تاكل لي الزويتين هادو ما نلقى من نشارك معاكم. لا لا ما والخبز ها انتم تبارك الله الخبز انت جايبه لي حقي في الخبز. وها انتم اخوتي بالسلام عليكم تلاقوا ان شاء الله في شي فيديو زوين وخليناكم على خير. السلام عليكم اخوتي سمحوا لي راني حالة حالة سمحوا لي دابلة اش غنقول لكم بقات لي على الموت خاصني نموت دابا. لا ما تموتيش يلا غاد نعسي واحد ثلاث سوايع وتفيق وانت ما عرفت ماني نيت خاصني سيمانه ديال الصفا الصفا. والسلام عليكم اخوتي راكم تشوفوا كل شيء وعاد تعرفوا كل شيء وهذه الدنيا والحمد لله. سلام اخوتي سلام سلام.